لابد أن تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. الله تعالى قبرت كان جلوم داسن سوستر بارت كان دا قرقو أنا جنا أميت بوجن هيك نرسل نورتوسنا بارشين. تجعلهما كجناحي الطائر. الطائر الآن الطير إذا كان عنده جناح أقوى من آخر يسقط. لابد أن تكون بين الخوف والرجاء. جن سيمين قرقو نورتوسنا بارشين كريك جنا وشول هيك نرسل بير خشتن هيك قناتا سيختو بارشين كريك. مثال خشتن هيك قناتا منين أنا وشات تراو إذا ده بير قناتا ألس بول قاسا مليون قط القلب شو توش نو سيختو مني. يكوتين بيردي ول بيكوتين شو قولش كريك قرقو أنا يموت. لا تغلب جانب الخوف فتقنط من رحمة الله لأن الشيطان يريد خوفك يقنطك من رحمة الله. مثال قرقو تراو جويب كت شنبول كتك وشو سنة دين قرقو من عينان دين سنة الله تن ويري من نبتوزك على كل بشكرك تيت عن كني شيطان سنة وشو نقلب ترد سنة قرقو باي وشو نعان الله تن ويري من نبتوزك أوشوندا شيطان يرتش بلاس. ولا تغلب جانب الرجاء تقول الله غفور رحيم والجنة يدخلها كل واحد وكذا. أوشوندا لي هيك هيك إنتي ترى وداغه يموت ترى وداغه قبل كت بشكرك. على مثال الله تعالى جيشرم دو رايم دو باردك مسلمان دار بارلي بيش كي قريت تقولي كنور دخل ويرجن بول. يعني دائما تكون بين الخوف والرجاء. دائما من وش كريكن قرقو منن ترى يموت نورتوس من وش كريك. نعم.